اصلا ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثانيه من وقتي ووقتكم ونصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله يا رب الناس كلها تكونوا بخير وفي صحه جيده. اليوم بالطبيعه روتين جديد في نهار في سيدي رمضان، روتين جديد وطاوله جديده بالطبيعه، دباره جديده. وعندي زاده شربه باش نحضرها بطلب من صديق اختي نهاية صاحبة قناة دبارة ولمسة تونسية. ان شاء الله بقدرة ربي باش نحضرها الشربة هذه اليوم. نخليكم مع الفيديو.
لهنا بعد ما كملت نظفت الدار، باش اول حاجه باش نبدا بها هي الكومبوستو. ديجا وريت لكم نتاع التفاح في اول ما بدا سيدي رمضان. اليوم الكومبوستو هذايا نتاع حب الملوك. الكونسيرفا هذه كنت حضرتها قبل، يعني صبرتهم قبل هذوما في الدبابس كيف ما تشوفوا، ما همش حاضرين هذوما، انا عملتهم في الدار. نحطهم نصبهم هكاك بالماء نتاعهم الكل في الطنجره، ونزيد عليهم تقريبا ايترتين ماء كيف ما شفتوا، ماء بارد. وباش نزيد عليهم كاس 200 مليلتر كاس سكر كيف ما شفتوا، نحرك بالكدا ونحطه على نار هاديه لين يغلي الكومبوستو هذاك، يغلي بالكدا. ديجا هي الحب الملوك هو طايب من قبل، ديجا قلت لكم غليته في وسط البيبس هذوكم، يعني باش يبقى لي عام كامل ما يصير له شيء، يعني هذه مستحفظه به من الصيف الحقيقه. كيف ما شفتوا نحل عليه الغاز نخليه، وقت يوصل مرحله الغليان نحط الغاز على نار هاديه ونخليه يطيب، يعني هو مش باش يطيب، هو ديجا طايب، جوست باش السكر نتاعنا يذوب ويغلي هو بالكدا. كيف ما شفتوا هذا الكومبوستو توا حاضر، باش نطفي عليه ونخليه يبرد، خاطر هذا يتقدم بارد كيف ما شفتوا. ومن بعد تعديت لهنا باش نعمل فلفل محشي، ديجا وريتكم زادة في فيديو سابق كيفاش عملته الطريقة نتاعو. هذا يكون كان من التحضيرات تاع رمضان. باش نحط الفلفل هذا زادة يطيب، يعني نحاول نقص على روحي بعد ما نكمل قضية الدار، نحاول نقص على روحي، وساعات حتى نوصل نطيب شقان فطري كل، يعني نطيب عشية حاضر كله جوست من بعد في شقان الفطر، جوست تسخينة صغيرة يعني ندفيهم ونحط الطاولة متاعي، يعني مش بالضرورة نبدأ نجري قبل شقان الفطر. هذه زادة نصيحة ننصحكم اللي عنده قضية مثلا في الدار برشا، ولا عنده صغار في الدار برشا، ماذا بيه حضر شقان فطره على بكري ويخليه، خاطر ديجا الدنيا سخنة تا ومانيش باش ناكلو سخون، ماهوش شتا يعني، حاجة متلذة كيف ما نقولو نحنا، حاجة دافية. كيف ما شفتو صبيت عليه صوص الرمان، وهذايا صبيت زيت زيتونة كيف ما شفتو، وباش نصب عليه ماء سخون، نصب عليه ماء سخون لين يتغطى يتغطى الفلفل هذاك بالماء سخون كيف ما شفتو. وبعد باش نحط عليه طبق من فوق، نقلب الطبق فوق منه ونطيبو، باش نحطو زاد على نار هاديه كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، باش الفلفل نتاعنا ما يتفايلناش الحشوه نتاعو كيف ما شفتوا. خليه على نار هاديه ونخليه يطيب في عقله انه يشرب الصوص هذاك الكل. لهنا بعد ما كملت طيبتهم هذوكم، هذي المعون اللي بديت نحضر في شقه الفطر، يعني استعملته هذوكم الدبابز اللي فرغتهم من حب الملوك كل شيء، هذي معون غسلته، باش نرجعو لبلاصتو باش يفضيلي البلاصه، خاطر باش نكمل نطيب الشوربه باش نحضر السلطه وكل شيء. ماذا بيا الرخامه نتاعي تبقى ديما فارغه. لهنا قبل شقان الفطر تقريبا بنص ساعه باش نتحدى نحضر الشوربه هذيا. كيف ما قلت لكم الشوربه هذيا كانت بطلب من اختي نهى، صبيت 3 مغارف زيت نباتي وحطيت عليهم مغرفه كبيره نعناع شايح ومغرفه طماطم معجونه، وباش نحط ملح وفلفل اكحل وفلفل احمر. الشوربه هذيا شوربه تركيه معروفه برشا كيف ما شفتوا، ونحط 3 مغارف نتاع الشوربه هذه اسمها طرهانة شوربه سي، يعني شوربه الطرهانة اللي هي متكونه من ياغورت وفحات وفارينه، يحضروها في الصيف، هذه شيء حاف في الصيف. كيف ما شفتوا نقليهم هذو، ما نحاول نقليهم بالكدا. ومن بعد نجي لهنا باش نصب 6 كيسان ماء، ما يكون سخون بالطبيعه، ونحرك بالكدا باش ما تبقاليش كعبر، خاطر الفارينه هذيك الفارينه اللي صبيناها قليناها هذيك بالفحات لازمها ما تبقاش مكعبره. كيف ما شفتوا اللي عنده مثلا نقولوا نحن الخلاط هذاك ينجم يخلط بيه باش ما تبقالوش مكعبره. ان شاء الله في قدره ربي في الصيف نوريكم الطريقه نتاعها الشوربه هذه، خطر تتعمل في الدار نوريكم الطريقه نتاعها. حركت هذه بالكدا باش نخلي الطنجره نتاعي
مدة درج من زمان يعني 5 دقائق تغلي، كما شفتوا بدات تغلي، باش نخليها 5 دقائق بركة تغلي. هذه هي الشربة متاعي توا حاضرة بعد 5 دقائق، ما تاخذش برشا وقت باش تطيب هذيا. كيف ما شفتوا هذا القوام متاعها. ولهنا بالطبيعة تعديت باش نحضر سلطة، باش نعمل سلطة فنارية، كنت وريتها لكم زادا قبل شاركتها معاكم. باش نقصها بالطريقة هذية. انتم اللي ما عندوش الآلة هذية باش يعمل السلطة في شكل جوليان، يعني باش نقولوا نحنا كيما السباجيتي، ينجم يفرمها يعملها مفرومة. نقص السفنارية متاعي بالشكل هذية. ننصحكم السلطة هذه كنت شاركتها معكم قبل في فيديو سابق، ننصحكم جربوها ياسر بنينة. هذه السفنارية متاعي بعد ما قصيتها باش نقص لها راس بصلة صغير كيف ما شفتوا، باش نقصه في شكل جوانح. بعد ما قصيت البصل هذاك حطيته مع السفنارية وباش نقص معدنوس كيف ما شفتوا. لهنا باش نفوح السلطة بتاعي باش نحط لها ملح، باش نحط زيت زيتونة، وباش نفوحها بالخل. زيت زيتونة المغارف على عدد افراد العائله بالطبيعه كيف ما شفتوا، وباش نصب زاد خل، ماذا بيكم يكون خل تفاح والا خل عنب. هذه السلطه نتاعنا حاضره كيف ما شفتوا، سهله ما تطلبش برشا وقت وياسر بنينه. نحطها توا في الطبق. لهنا قريب المغرب باش نبدا نحط الفطور بالطبيعه. هذا الكوبوست اللي حضرناه كيف ما شفتوا، هذا بارد، برد كومبليتمون، ومن بعد زدت حطيته في الفريجيدير باش يزيد يبرد. هذا خاطر لهنا في تركيا مثلا يشربوه باش يعوض داك الماء اللي فقدوا البدن كيف ما نقولوا نحنا في الصيام، ياسر يبرد البدن وسيرته في الصيف. هذه هي طاولتنا، هذاك البوريك اللي حضرته قلت البارح بقى منه، هذا هي الفلفل المحشي اللي طيبته، هذا هي الكومبوستو كيف ما شفتوا، هذه الشربة طرهانة شربة اللي حضرتها، وهذيك السلطة. هذه هي طاولتنا ديجا شفتوا. الحمد لله، نعمة وفضل من عند ربي، حتى بلاش لحم بلاش دجاج بلاش حوت تنجم تتعشى وتنجم تشق فطرك، وما شاء الله خيرات ربي كلها موجودة. مش بالضرورة كل يوم الحم ولا كل يوم تبذير، نهار هكا ونهار هكا، يعني نحاولوا نتصرفوا بالموجود في ديارنا. ان شاء الله الطاولة عجبتكم، ان شاء الله لي روسيت عجبوكم. ولهنا بالطبيعة بعد شقان الفطر اكيد لازم منه قبل ما نبخلو نلمو المعون هذاك من الطاوله بالطبيعه، نغسلوه باش كي نقعدو مرتاحين، وكيف ما نقولو نحنا البال مرتاح، وتعمل قهوتك تشرب قهوتك في عقلك من غير ما تبقى تخمم بالمعون ما غسلتوش ولا هاو المعون مكدس. نحاولو ان يعني كيفاش نقولو نحنا الحاجه تقضي على سخانتها كيف ما نقولو.
كيف ما شفتوا هذا كان الفيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله كان خفيف عليكم، ان شاء الله لي روسيت عجبوكم، ان شاء الله يا ربي يعني اللي قاعده نقدم فيه قاعد يفيد فيكم. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد.